منبر العالم محطوط علي من الحال محطوط علي من الزمن اشمع ما دايما رخيص اشمع منها ايه علشان فوق نتغير في ناس تعيش الدور وناس تستحلى طعم الشر واحنا شفنا منها ايه علشان فوق نتغير نستعيش الدور وناس تستحلى طعم الشر وانا حتى سالك للضمير بأسد متغاي وانا حتى شايل هم حق وكل روحي ضوى مصلحته فين رحلة ضاع لا حتى غير المرة عايشين فعلا من البشر برقان في أسرار الناس ناس على بعضهم بتعود وداو عايشين فعلا من البشر عشان يعيش ويقول يا نفسي وبعدك ما يهمني اسحب ورق على وشي بس اما القلوب فلصو وناس بتعمل لحبايبي وفي يوم ينسي اخويا قبل اي حاجه بقى لا 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 والله لا والله اخوك واخويا احنا بنشكر ربنا بجد ربنا بالسلام بس مش هينفع كده بقى يا شيخ بقى انت اخويا عيب عليك يا رب يعدي بس على خير يا رب الواد الجدع شيكا هتكون تشكر اسحب ورق على وش بس اما الامور خلصت في ناس بتعمل لك حبايب وفي يوم ينسون وانا حد فينا من الخجل من نفسه مش احمر هو احنا
عشقك مرضنا الوقت انت السبب يا ومن غيرك حيطان وحاجة عزت ليا